بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شغالين دلوقتي على تجربة باي إلكتريك، أسوأ تجربة في معمل فيزياء وأرخم تجربة في معمل فيزياء وأطول تجربة في معمل فيزياء، نسأل الله التيسير. يبقى دلوقتي عندنا السورس دلوقتي دوت مع الكويل مع الكباستور القديم دوت اللي من ما قبل نيوتن. هنوصل الثلاثة دلوقتي على التوالي، طرف من السورس يروح على طرف من الكباستور، ثم الطرف الاخر للكباستور يرجع لطرف يروح لطرف الكويل، والطرف الاخر للكويل يرجع للسورس مره اخرى. انتهت توصيل الدايره على التوالي. هاخد بعد كده طرفين الاوسيلوسكوب هوصلهم على الكباستور منه. عايز اعين بعد كده قيمة السي نود اللي هي قيمة ساعة المكثف عند حدوث الريزونانس، بتتغير معايا هنا قيمة الكباستي، بقعد اغير فيها مع التغيير. طبعا بيتغير الشكل الخط اللي عندنا على الاوسيلوسكوب دوت، هفضل اغير الثانوية كمل. يبقى انا عمال اغير والخط معايا على الاستيلسكوب عمال يكبر اهو، بيكبر ويصغر مع تغيير ساعه المكثف، وبتوقف عند اكبر طول للخط دوت. اول ما يبدا يقل تاني كده، ايوه كده، يبقى هو ادي القيمه اهي كبيره اهي، ببدا ازود مره اخرى الاقيه بيقل، خلاص يبقى انا عند اكبر قيمه. اقرا ساعه المكثف، وعايزين نشوف عندنا هنا القراءه دي تقرا ازاي. انا عندي تدريجين، تدريج فوق وتدريج تحت. خلينا في التدريج اللي فوق الاول. التدريج اللي فوق فيه ارقام صحيحه بينه واضحه، المؤشر بيشير على احد الرقمين او بيشير بين الرقمين، وليكن